استشارية الجراحة وأورام القولون بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتورة سمر الحمود تم اختيارها من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية للانضمام للجنة العالمية لتحكيم الأبحاث العلمية في مجال السرطان. جاء ترشيح الدكتورة سمر نظير جهودها المميزة، خبرتها أيضا الكبيرة في هذا المجال، حيث تعد أول مرشح لهذا المنصب في منطقة الشرق الأوسط وأول امرأة سعودية تحظى بعضوية هذه اللجنة اللي تعقد اجتماعاتها في مكتب الوكالة بمدينة ليون. وهنا عندي في الاستوديو الدكتورة سمر الحمود، الحديث أكثر حول هذه العضوية. حياك الله دكتورة سمر. الله يحييك. أول شيء احنا فخورين فيك، ودائما الإنجازات هذه هذا مكان يعني أن نبرزها أكثر، وأبغى أعرف إيش معنات أنه أنت انضميتي لهذه العضوية. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. الوكالة الدولية لأبحاث السرطان تعتبر هي الذرع الأساسي لمنظمة الصحة العالمية من حيث إصدار التقارير السنوية، متابعة الأبحاث سواء السريرية، ومن خلال هذه الوكالة يتم إصدار التقارير السنوية أو التوصيات حق منظمة الصحة العالمية بالنسبة للدول بشأن السرطان. الحمد لله يمكن أنا مهتمة كثير بحكاية السرطان والفحص المبكر، وتم اختياري من قبل رئيس الوكالة للانضمام أولا يمكن لهذه اللجنة من فترة، وهي تقييم الأبحاث. ومن خلال انضمامي معهم في هذه اللجنة تشعب إلى الانضمام إلى لجنات أخرى. تم تجديد هذه العضوية الحمد لله بالنسبة لمناقشة الأبحاث، وغير هذه يمكن الأجد الآن أنه تم اختياري ضمن لجنة عمل توصيات الفحص المبكر لسرطان القولون. أنا سعيدة جدا الحمد لله بهذا الاختيار، وأمثل في الشرق الأوسط. أنت تمثل المملكة بس الشرق الأوسط كامل. نعم نعم. وهو يعني المنصب هذا أول واحدة من منطقة الشرق الأوسط تكوني فيه أنت. نعم. وأول سعودية. نعم. احنا فخورين فيكم، ويعني هذا يمثل حمل ثقيل اظن عليك، لكن هذا جهد سنين كبيره جدا ماضيه. اي اكيد، وليس فقط جهود شخصيه، يمكن هذا الان اعتراف بقيمه المملكه في المحافل الدوليه وقيمتها الطبيه في اصدار التوصيات العالميه. هذه التوصيات ان شاء الله اللي احنا يمكن حتاخذ غير اللجنه الاخرى، هذه توصيات عمل الفحص المبكر لسرطان القولون حتاخذ سنتين عشان تخرج هذه التوصيات. فعمل شاق، عمل جاهد، نراجع فيه كل الأدلة والبراهين للقيام بإخراج هذه التوصيات اللي إن شاء الله توزع ويتم اعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية. احنا احنا افتخرنا في هذا الإنجاز، لكن الآن عندنا نقد قليل عليك او على الأطباء اللي في مقامك. بسم الله ما شاء الله. الفحص المبكر اللي دائما نتكلم عنه، الحملات قليلة وشيء ثاني ما توصل للناس، ليش؟ أنا أتفق معك أصلاً في منطقتنا الآن، حتى من خلال الآن العمل في هذه اللجنة كلف لي كمان جزء من العمل في هذه التوصيات، كانوا يبغوا يعرفوا إيش الوضع حالياً في منطقتنا في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج. مش المملكة فقط. لا منطقة الشرق الأوسط الإقليمية. فاكتشفنا أنه لا توجد، ليس فقط في المملكة، فأغلب المناطق الشرق الأوسط لا يوجد برامج فحص مبكر لسرطان القولون. يعني متفقين. متفقين. لا. طيب. ليش الـ ما يكون فيه الفحص المبكر هذا، بحيث أنه أنتم أيضاً ما يكون عليكم ضغط بعدين، لأنه أنتم ما تجيكم الحالة إلا خلاص، ولذلك في الأخير نجي نقول أنه والله الأطباء سيئين. لا الأطباء مش سيئين، لكن أنه أنت جاي متأخر. صح. ليش جاي متأخر؟ لأنه أنا ما عندي معلومة باللي حاصل. صح. أو لا بالفعل. طيب. ليش وصلنا للمرحلة هذه؟
اختلف الوضع الآن بالنسبة يمكن حتى أفراد المجتمع، يعني أيوه. يمكن صار في توعية أكثر أفراد المجتمع. الحين تلاقي الفرد هو اللي يجي يقول لك طيب الفحص المبكر إمتى أسويه، كيف أسويه، أيوه. وفي المقابل بعض القطاع، يعني بعض الموظفين في أو القطاع الصحي نفسه ما عنده خلفية على الفحص المبكر. يعني المشكلة عند الشخص نفسه وعند أيضا القطاعات الصحية بالفعل. وما عند هذاك اللي عمل برامج فحص مبكر تحتاج سنين. فيعني أنا من الآن وإن شاء الله في جهود صراحة الآن بدأت، وفي اجتماع حتى غدا إنه نسوي برامج فحص مبكر. طيب. برامج الفحص المبكر عشان تعملها ايه؟ تأخذ سنين. مكلفة هي ولا إنه لسه ما شدينا حيلنا في الجانب هذا؟ بالفعل هي الجدول الآن نقول من ناحية ممكن عدد الإصابات، في ناس ممكن تيجي تقول لك تبدأ الآن فحص مبكر، برامج فحص مبكر للقولون، ونسبة الإصابة ليست مرتفعة مثل في أيوه. الشرق. طيب أيوه. كلام صحيح، بس في المقابل الآن يتم تشخيص الحالات في مرحلة متأخرة، 60% من الحالات اللي تشخص تجيكم متأخرة. كيف كم هي تكلفة علاج أورام السرطان في مرحلة متأخر؟ تكلف الملايين صح؟ لكن لو بدري شوي ولو بديت، يعني يمكن حتى بقول أورام سرطان القولون المستقيم من السرطانات القليلة جدا التي يمكن الوقاية منها ولك الحمد بفضل من الله. ليش؟ لأن هي تبدأ بمرحلة زي لحميات حميدة ومن ثم تتحول إلى أورام. إذا تم اكتشافها في خلال هذه الفترة، مش بس علاج، أنت ما تتكلم على علاج ممكن، تتكلم على وقاية بإذن الله طبعا. فهذه جهود يجب العمل فيها طيب. الآن ليش؟ يمكن إذا سمحت لي بس أكمل، لأنه الآن أنت أغلب شريحة المجتمع سنها صغير أيوه. بس مع مرور 20 سنة الأعداد هذه حتكبر وحتزيد. فإذا الآن ما بديت إيه لا، وإذا ما بديت الآن أنت لا تطلب أنه يكون الفحص الآن، بس تبدأ البنية له ليكون طيب. جاهز عندك بعد 20-15 سنة ولو جدوى. في دراسات طيب. بجدوته عالميا موجودة. احنا احتفينا فيك وبعدين انتقدناك وحاوشنا معك. لا بالعكس، انا فخور فيك دكتورة سمر الحمود وجميع الزملاء اللي عندنا هنا. الأهم انه تكونين معنا دائما بحيث نتكلم على التوعية أكيد. ويكون لنا ولك دور في هذا الجانب أكيد. شكرا لك دكتورة سمر الحمود، يعطيك العافية. شكرا لك. الله يحفظك. شكرا لك.